المتابعه ديالكم. درت تقريبا نص بصله، زدت بصله كامله هي الاولى، نشلضوها هي من تحت القاع ديال الطاجين، نفرشوها في الطاجين مزيان يكونوا شرائح رقاق. تيجي خفيف في السحور ولا حتى في الغداء. فرش الطاجين مزيان هكذا، غادي نمشي على البطا مهيله. هنا ما كنتش ناويه نصور، ولكن رشقات لي الصباح بغيت نصور. رقدت الدجاج البارح العطريه، درت تقريبا معلقه صغيره ديال سكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه صغيره ديال البزار، وشويه ديال الهريسه والحامض والثومه والقزبر. طحنتهم مجموعين ورقدت بهم الدجاج البارح في الليل باش يجي لذيذ. ندير واحد البطاطا وحده ولا جوج رقاقين باش نخليه حتى يطيب، وعاد باش ندير البطاطا حتى ندير نقاد كلشي عاد نسقيه بهاد لاصوص اللي بقات. ممكن تخليو غير هكذا حتى يقرب يطيبو وتستفو عليه الزيتون. انا على حسب الدراري زدت البطاطا. بغيت ندير الدجاج بالبطاطا والزيتون، درتو على هذا الشكل طاجين. رانا استفنا العطريه اللي شط لينا من الدجاج، زدت ليها غير شويه ديال الملحه، ونحاولوا نسقيو فوق البطاطا. غير بهاد لاصوص يطيبنا الطاجين. Thank you.
نديرو واحد 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون ولا زيت نباتيه، شو من الزيت اللي عندكم موجوده، ولكن من احسن زيت الزيتون، تيجي الطاجين ديالو رائع وخفيف. دابا نسدو على الطاجين ديالنا، تقريبا واحد ساعة الا ربع تكون بوطة مهيلة يكون الطاجين ديالنا وجد ان شاء الله. الطاجين ديالنا وجد، طابت البطاطا، طابت الدجاج، دابا نزيد واحد شويه ديال الزيتون، نخلي واحد 3 دقائق حتى 4 يطلق الزيتون المذاق ديالو في المرق. هلو الأكلة الطاجين ديالنا وجد، نتمنى يعجبكم الطاجين ديالي. ما تنساش اللي عجب الطاجين ديالي يدير لي لايك واشتراك وتعليق، وشكرا على